بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله هنحسن الصوت. لو انا جيت هنا ورحت على الافكتس وجيت جبت عندنا التريبل ورميتها على الصوت وجبت البيس ورميتها على الصوت، اوكي، ودي نويس طبعا، دي نويس ورميتها على الصوت، تمام؟ اوكي، تعالى بقى كده مع نفسنا كده نظبط. مبدئيا نشغل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اوكي، يعني الدي نويز ظبطت طبعا، بس انا متهيألي محتاج اعلي، والله اعلم، يعني مش عارف، بس نجرب. يعني شيل الكي فريم من الليفل في الاوديو في الفوليوم. اوكي، خلي لي الليفل مثلا على كام؟ لو خلينا على 3، ايه نظامه؟ شغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. يعني متهيألي كده على 3 كويس، صح؟ بس تعالى الأول عند التريبل نخليه -6، وعند البيس نخليه 7، ونجرب. شغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. يعني متهيألي كويس، صح؟ شغل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. يعني متهيألي الصوت كويس، صح؟ أوكي، لو أنا بقى علمت على التريبل وعلمت على البيس وعلمت على الدي نويس وخدتهم كوبي كنترول سي ورحت على السيكونس 2 وقفت هنا ورميتهم بيست كنترول في، اترموا تمام. اوكي، اترموا هم قدامي متظبطين زي ما هم تحت. خلي ده ايه 3، خلاص. شغل بقى كده. اتعلم. ليه اتعلم؟ لان العلم اغلى حاجة في حياتنا. ربنا قال وقل رب زدني علما. تمام، هو اصلا في صوت عصافير لوحده من غيرها. ماشي، التاني هيبقى اوضح شوية. طيب تعالى على سيكونس 3 وكنترول في، تمام، اكد الضغط تحت اهو، خلاص الليفل على 3. اوكي، شغل كده. تحس بسعادة لما تتكلم مع الكمبيوتر. ازاي اتكلم مع الكمبيوتر؟ لا، ده مختلف. خلي الليفل بصفر، شغل كده. ايوه، تتكلم مع الكمبيوتر، تعمل اي برنامج باي لغه برمجه وتقول للكمبيوتر اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا، ولما يجي الكمبيوتر يعمل لك وينفذ لك. يعني مثلا 2، الكمبيوتر تعمل اي برنامج باي لغه برمجه وتقول للكمبيوتر اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. يعني متهيألي كده كويس، ماشي. طيب هات السيكونس 4 وقف على المقطع وكنترول في بيست. اوكي تمام، الليفل ده متهيألي 2 زي اللي عملناه من شوية. حتى وانت قاعد في البيت. لا، 3. بفضل الله هتتعلم كل كبيرة وصغيرة وأسرار في التكنولوجيا، وهتحترف بفضل الله، وهتتعلم ازاي. طبعا عشان احنا مصورين اصلا ومسجلين بهاند فري، والهاند فري كان متعلق في القميص، خلاص. فاللي انت سامعه ده كله بسبب كده، وده طبيعي. يعني تزود دي نويز بقى، ممكن نزودها في الاخر، نبقى نشوف كده نزودها في الاخر، خلاص. طيب احنا كده المشهد الرابع عملناه، هات المشهد الخامس كنترول في تحتهم اضافه، الليفل خليه على 3. شغل كده. هنا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد، وتأكد تماما. ماشي، 6، علم على المشهد ودوس كنترول في اضافه، تمام، الليفل خليه على 3. اوكي، شغل كده. ان شاء الله دايما هنكون متواصلين مع بعض. حلو قوي، بفضل الله. بالنسبة للدي نويس
مش عارف، اصل انا حاسس لو زودناه عن كده مش هيبقى حلو يعني. متهيألي دي نويس بالنسبة للدي نويس يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. طب ده بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، من أكاديمية حسونة. ده أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. خلاص، لو كده لو كده ماشي. خليك مش هات التاني. اوكي، هات الدي نويس اديت، هات لنا ده كده يبقى زي اللي هناك. اوكي، اللي بعده المشهد التالت اديت، وادي عندك ادي نفس الاختيار اهو، وادي سيكونس فور، هات لنا ده كده. اوكي، سيكونس فايف، هات لنا ده كده ونفس الاختيار اهو. ماشي، سيكونس ستة، هات لنا ده كده. اوكي خلاص، ان شاء الله دايما هنكون متواصلين مع بعض وهنتعلم مع بعض كل جديد في اكاديميه حسونه. تمام خلاص كده، بفضل الله عملت اللي اقدر عليه في الايه الصوت. ان شاء الله المره القادمه هنصحح الالوان.